بسم الله الرحمن الرحيم. علم الأدوية صفحة 104، فنتولين. قلنا الفنتولين اللي هو البترول سلفيت جينيريك نيم وتريد نيم سلبيوتامول او فنتولين. قلنا الثيرابيوتيك اكشن والانديكيشنز، بنعطى في حالات البرونكيال الأزمة وست ازماتيكاس. وبنضفنا معلومة ثانية انه بنعطى الفنتولين لحالة الهايبر كاليميا، وبنعطى في حالة الكرونيك اوبستراكتيف بلمونري ديزيز. حكينا عن الكونترا انديكيشنز والكوشنز، وصلنا لعند ادفيرس افكت، وهي المصطلحات بعض الواردة في الادفيرس افكت يعني مألوفة لديكم. ريستلسنس ابرهنشن اللي هو الحملقة، فهين هيك عندنا محملقات وزي الواحد ايش اللي قلقان. انزايت قلق، فير، سي ان اس ستيميليشن، هيدك، هايبر كينيزيا، انسومنيا، ترمورز، دراوزنس، ريتابيليتي، ويكنس، فيرتايجو اللي هو دوار او دوران بحس الدنيا بتلف فيه، كارديو فاسكولار، كارديك اريثمياز، رفه، تاكيكارديا، بالبيتيشن، بريماتور فنتريكولار كونتراكشنز، انجينال بين، ديرماتولوجيك سويتنج، بالور، فلاشينج، احمرار في الوجه والجلد، جاسترونستاين، نوزيا، فوميتنج، هارت بيرن، حرقان في طم المعده، انيوجوال اور باد تيست ان ذا ماوث، طعم مش كويس، طعم كريه في الفم، رايحة كريهة للفم. في الجينيتوريز increased incidence of leiomyomas of uterus، بصير في تليفات في الرحم. when given in higher than human doses in preclinical studies، في طبعا في الدراسات اللي لم تثبت حتى الآن. respiratory difficulties، صعوبة في التنفس، بلمونري إديمة، مية على الصدر أو على الرئة، كافينج، سعال، برونكوسبازم، بارادوكسكال ايروي ريزيستنس وذ ريبيتد اكسسيف يوز اوف انهاليشن، يعني التكرار إعطاء المريض بكثرة بنتين. تبخير ممكن يصير عند المريض اللي هو بارادوكسكال ايروي ريزيستنس، بصير مقاومة عكسية من قبل البرونكاي أو رد فعل عكسي. السايد افكتس مره ثانيه بلغه اخرى، تاكيكارديا، اريثمياز، انجينال بين، نوزيا، فوميتنج، ديزنس، سويتنج، فلاشينج، هيديك، ويكنس، فيرتايجو، ريسلسنس، انسومنيا، بالبيتيشن، هايبوكاليميا اللي هو بنقص البوتاسيوم في الدم، تريمورز، نيرفسنس بنرفز، وهايبر تنشن. هاي يعني من مصدر اخر. هاي السايد افكتس، تاكيكارديا، اريثمياز، انجينال بين، نوزيا، فوميتنج، ديزنس، sweating, flushing, headache, weakness, vertigo, restlessness and insomnia. insomnia قلق في الليل, palpitation, hypokalemia. ضيف عندك hypokalemia اللي هو نقص انخفاض البوتاسيوم في الدم, tremors, nervousness, بنرفز وبعصب, وهايبر tension. هذه بضيفها عندك. يبقى تضيف عندك بالإضافة لو ما كنت الكتاب بدك تضيف اللي هو الهايبر tension كside effects والهايبو كاليميا. nursing consideration ايش قلنا؟ بنعطى البنتين بكون على شكل ايش؟ تابلتس او تبخير او شراب تابلتس تبخير. nursing consideration العناية التمريضية، don't exceed the recommended dose، معروف تعطيش جرعة ايش اكتر من اللازم، وهي عندك موجود عندي في صفحة 105. use minimal doses for minimal periods، drug tolerance can occur with prolonged use. يبقى تعطيه جرعات بسيطة في فترات بسيطة
لانه بصير ايش دراج توليرانس، بصير دراج ايش توليرانس، وذ برولونجد يوز مع الاستخدام الطويل منتين بيتا ادرينرجيك بلوكرز كارديو سيلكتيف بيتا بلوكر ساتش از اتريلول should be used with respiratory stress on standby in case of cardiac arrhythmia occur. بدك تكون مجهز عندك اللي هو اتريلول، بدك تكون مجهز عندك دواء الضغط الاتريلول او دواء الرف. وسبق ان احنا تطرقنا ليش للاتريلول في الأدوية القلب والضغط صفحة 77 اللي هو اتريلول هو نورمتين او التنورم تنورمين نورمتين او تنورمين صفحة 77 اللي بنعطى لحالات الانجينا ولحالات الهايبرتنشن ولعلاج الام اي الجلطة القلبية، وبنحط بنعطى لحالات اللي هو الصداع النصفي والانسان اللي بده طيب او بده يعني يصير يعالج ادمان الكحول وحالات اللي هو الفنتريكولار وصوره فنتريكولار اريثميز صفحه 77. يبقى انا اذا كان بصير من استخدام الفنتولين اشي اعراض جانبيه بدي احضر ايش النورماتين او الاتريلول. لو صار عنده اريثميز كاردياك اريثميز صار عنده رف بالقلب بدي احضر يكون عندي الاتريلول او النورماتين جاهز. Prepare solution for inhalation. Prepare solution for inhalation by diluting 0.5 milli with 2.5 milli normal saline. يبقى تبخير كيف؟ وهذا أكيد حتشوفوها في العملي، إنه نص سنتي فنتولين مع 1.5 أو 2.5 سنتي محلول ملح. ويخليه يشغل عليه في جهاز التبخير او من خلال الاكسجين من 5 إلى 15 دقيقة بجهاز التبخير النيبولايزر. يبقى تحليل، يبقى انت لما تحضر اللي هو التبخير فنتولين نص سنتي فنتولين مع 1.5 سنتي نورمال صلاين، يفضل نورمال صلاين. وفي ناس بتقول لك ان نص سنتي بنتين مع 2.5 سنتي نورمال صلاين تبخير من 5 إلى 15 دقيقة بواسطة جهاز التبخير. Don't exceed recommended dose. Administer pressurized inhalation drug forms during second half of inspiration. يعني ممكن ما تعطيش الجرعة، مش لازم تزيد الجرعة على الحد المطلوب في صفحة 106 فوق. أعطيه اللي هو التبخير مضغوط خلاله second half of inspiration الجزء الثاني من الشهيق because the airway are open wider and the aerosol distribution is more extensive. يعني لما الواحد يستخدم التبخير هذا اللي بحطه في جيبهم مرضى الأزمة بتلاقي البخاخة في جيبته، وقتاش البخاخة هو بعمل بسحب بستنشق في هواء الشهيق اللي هو الفترة الثانية بقسم هواء الشهيق الانهاليشن ده نصين، النص الثاني من عملية الشهيق لأنه بتكون الشعب الهوائية فاتحة وبالتالي بينتشر اللي هو التبخير أو الفنتولين بينتشر ايش بسرعة وبمساحة أوسع. هذا الناس اللي حاملين البخاخات في جيابهم اللي بيستخدم البخاخة. Report chest pain dizziness. تقول للمريض إذا كان بصير عنده chest pain ألم في الصدر dizziness insomnia weakness tremors or irregular heartbeat اللي بيكون رف عنده بصير عنده رفة أو ألم في الصدر أو دوخة أو قلق difficulty breathing صعوبة في التنفس productive cough سعال بطلع بلغم مع سعال رطب مع بلغ خروج بلغم failure to respond to usual dosage بطل يستجيب بشكل جيد للتبخير أو للجرعة بطل يستجيب بشكل جيد للتبخير مش كالعادة فبدو بلغ ايش الطبيب. قلنا بدو بلغ الطبيب اذا كان بطل يستجيب بشكل جيد للتبخيره، صار عنده سعال بلغم، صار عنده اللي هو رعشات في الاطراف في اليدين
صار عنده رف في الرجل هارت بيت، النبض مش غير منتظم، ديزنس، انسومنيا، شست بين، بده يبلغ ديفيكولتي بريثنج، بده يبلغ الطبيب بريفنشن اوف اكسرسايز انديوست برونكوس سبازم تو انهاليشنز 15 مينتس براير تو اكسرسايز. وقلت قبل هيك انا قبل المريض ما يروح يعمل اكسرسايز ويمشي ويمارس الرياضه بده ياخذ ايش؟ تبخرتين 15 دقيقه لمده 15 دقيقه قبل القيام بالنشاط او بالرياضه. بريفنشن اوف اكسرسايز انديوست برونكوسبازم، مشان ما يصيرش عنده برونكوسبازم خلال الرياضه او خلال المشي، يعمل تبخيرتين تو انهاليشنز 15 مينتس براير تو اكسرسايز، يعمل تبخيرتين لمده 20 دقيقه 15 دقيقه قبل القيام باي نشاط، لانه النشاط او الرياضه ممكن تعمل تقلص في الشعب الهوائيه. من النصائح الأخرى، لا تحفظ البخاخات قريبة من اللهب أو في المناطق في يعني عند النار، قريب من النار. يفضل تستخدم في التبخير اللي هو الفيس ماسك، يفضل في التبخير أن تعطي التبخير من خلال الفيس ماسك، الكمامة or mouthpiece. يفضل تحت التبخير مع الاكسجين، يعني قلت لك انا تبخير فنتين مع اكسجين. شوف طبعا الاعراض الجانبية اللي هو البنتولين، ودير بالك ممنوع تعطي البنتولين اللي بيستخدم للتبخير بالوريد، وهذه حصلت اخطاء من التمريض. Never give the solution prepared to be given as inhalation by the IV route. It may cause severe tachycardia. اذا بتعطيه هذا البنتولين اللي بنعطيه للتبخير، تعطيه بالوريد، بصير عند المريض سرعه شديده في النبض. دير بالك من هذا الامر، تكرر، ممنوع دير بالك تعطي البنتولين تبع التبخير تعطيه بالوريد، لانه بيعمل سيفير تاكيكارديا. نيجي بعد هيك للبارا سمباثوليتك دراجز. بارا سمباثوليتك دراجز، اذكر بس في الادويه اللي تنعطى لحالات الاوتونوميك نيرفس سيستم، تنقسم لثلاث اقسام: سمباثومايميتك للدوبامين والادرينالين والديبيوتامين والفنتولين، وبارا سمباثوليتك دراجز اللي هي الاتروبين سلفيت، وبرضه حناخذ البارا سمباثومايميتك اللي هو نستجمين. احنا هلقيت حناخذ المجموعه الثانيه من المجموعات اللي بتاثر على الاوتونوميك نيرفس سيستم اللي هو الاتروبين سلفيت. في صفحه 106 الجينيريك نيم اتروبين سلفيت، تريد نيم اتروبين. دراج كلاس، دراج كلاس انتي كولينرجيك او بارا سمباثوليتك ايجنت، انتي كولينرجيك بارا سمباثوليتك انتي باركنسونيزم، بنعطى لحالات اللي هو الباركنسونيزم اللي هو المرض الرعاش، انتي باركنسونيزم وانتي سبازموديك برضو للمغص، انتي كولينرجيك بارا سمباثوليتك انتي باركنسونيزم انتي دوت. اها، بنعطى كاندلت ليش؟ للادويه الباركنسونيزم زي الدوبيكار، بنعطى مضاد او مفعول مضاد ليش؟ الادويه العرض للمرض الرعاش للباركنسونيزم انتي باركنسونيزم انتي دوت. دايجنوستيك ايجنت في حاله الاوفثالميك بريباريشن، بنعطى للتشخيص بعض المشاكل اللي في العين، وخاصه انه هو بيعمل ايش؟ بيعمل توسيع لحدقه العين. يبقى دراج كلاس مره ثانيه انتي كولينرجيك،
باراسمباثوليتيك ينتمي لمجموعة باراسمباثوليتيك دراجز انتي باركنسونيان انتي دوت مضاد للأدوية اللي بتنعطى مضاد مفعول مفعول الأدوية بتنعطى لحالة الباركنسونيزم المرض الرعاش زي الدوبيكار دياجنوستيك بنعطى للتشخيص في حالات اللي هو الأوفثالميك بروبلمز أو أوفثالميك بروبريشنز لأنه بوسط حدقة العين. ايش المقصود بانتيكولينرجيك؟ انتيكولينرجيك بأثر على الكولينرجيك ريسبتورز، الكولينرجيك ريسبتورز الاستايل كولين بيرتبط مع اللي هو الكولينرجيك ريسبتورز فهو انتيكولينرجيك، انتيكولينرجيك دراج. نستكمل مع بعض. يكون الدراج كلاس انتيكولينرجيك باراسمباثوليتيك انتي باكونسينيون انتي دوت دياجنوستيك ايجنت في حاله الاوفثالميك بريباريشنز. ونضيف عندك انتي سبازموديك بنعطى للمغص انتي سبازموديك باراسمباثوليتيك انتيكولينرجيك انتيباكونسونيان انتيدوت دياجنوستيك ايجنت ان كيس اوف ثالميك بريبريشن ثيرابيوتيك اكشن بلوكس ذا افكتس اوف استايل كولين اور مسكرينيك كولينرجيك ريسبتورز بيأثر على اللي هو الاستايل كولين ومستقبلات الاستايل كولين والمسكرينيك كولينرجيك ريسبتورز ذات مديت ذا افكتس اوف باراسمباثيك بوست جلاندين او بوست جانجليونيك امبلسز ديبريسنج سليفري اند برونكال سكريشنز. وبتلاقي انه انا يعني خذ مختصر من الثيرابيوتيك اكشن اللي باخذ اتروبين بتلاقي ريقه ناشف لانه بقلل من افراز الصلايفة وبقلل من افراز اللي هو افرازات الشعب الهوائيه دايليتيك ذا برونكاي بوسع الشعب الهوائية انهبيتنج فيجل انفلونزا بأثر على الفيجاس نيرف اللي هو العصب الحائر اللي بغذي القلب انفلونزا اون ذا هارت ريلاكسنج ذا جاسترو انتستاينال اند جاسترو يوريناري تراكس بيعمل استرخاء اللي هو الجهاز الهضمي والجهاز لعضلات الجهاز الهضمي وعضلات الجهاز البولي انهبيتنج جاستريك اسيد سكريشن بقلل من افراز اللي هو حمض الهيدروكلوريك إذا بنعطي بجرعات كبيرة relaxing the pupil of the eye بعمل استرخاء لبب العين وبالتالي بعمل توسيع لحدقة العين magnetic effect and preventing accommodation of for near vision cycloplegic effect وبمنع اللي هو إيش accommodation for near vision also blocks the effects of acetylcholine in the CNS. ايش الانديكيشنز اند بريفنتنج اكوموديشن فور نير فيجن يعني بأثر وبمنع اللي هو التكيف مع الرؤية الجانبية. انديكيشنز وقلنا اخيرا بلوكس ذا افكتس اوف استايل كولين ان ذا سي ان اس بوقف او بعيق تأثير استايل كولين اللي هو الناقلات العصبية المسؤول عن الإشارات العصبية في الجهاز العصبي. indications في systemic indications systemic indications anti cellulogus for pre anesthetic medication to prevent or reduce respiratory tract secretion بعطوه للمريض في ليلة العملية قبل العملية بليلة مشان يقلل من كمية الإفرازات اللي من الجهاز التنفسي. The treatment of Parkinsonian relieves the tremor and rigidity.
علاج الباركنسونيزم لأنه بقلل من الرعشات ريليف تريمورز اند ريجيتي. ريستوريشن اوف كاردياك ريت اند ارتيريال براشر ديورنج انستيزيا بحافظ على اللي هو النبض او شغل القلب والضغط الشرياني خلال اثناء اللي هو التخدير. When vagal stimulation produced by intra-abdominal traction causes decrease in pulse. يبقى بحافظ على الكارديك ريت وبحافظ على arterial pressure أثناء التخدير، لأنه عندما يكون اللي هو الفيجال نيرف يعني صار تهيج الفيجاس نيرف بفعل اللي هو الانترابدومينال تراكشن الشد أو العملية داخل البطن. ريليف of bradycardia and syncope due to hyperactive carotid sinus reflex بقلل من او بخفف او بعالج البراديكارديا بطء النبض والسينكوب الاغماء الناتج عن الهايبر اكتيف كاروتيد ساينس ريفلكس ريت. listening the degree of atrial ventricular block بقلل من حيث الاتريو فنتريكولار بلوك when increased vagal tone is a factor الناتج عن استخدام ديجيتاليس او ديجوكسيل. relief of pylorus spasm بخفف من انقباض عاتل البايلوروس الجزء الاخير من المعده. hypertonicity of the small intestine و اللي هو انقباض الامعاء الدقيقه and hypermotility of the colon والحركه الكثيره الشديده للقولون. relaxation of the spasm of biliary and urethral colic and bronchospasm لعلاج او بعمل استرخاء للتقلص اللي في الجهاز المراره وفي الحالب، يعني بنعطي للناس اللي عندهم مغص مراري ومغص ايش كلوي خاصة كان المغص ناتج عن ايش الحالب. وبرونكوسبازم تقلص الشعاب الهوائية. control of crying and laughing episodes in patients with brain lesions المرضى اللي عنده مشكلة مرضية عضوية في المخ، هذا بي يعني بي بتلاقيه انه بصير بضحك كتير، بصرخ كتير، بضحك بتجي نوبات انه بصير يصرخ كتير او يضحك كثير، فبنعطي الاتروبين مشان يخفف من هذه النوبات الضحك الكثير او الصراخ الكثير. relaxation of the tone of the trouser muscle of the urinary bladder بيعمل استرخاء للعضله اللي هو عضله المثانه. in the treatment of UTI urinary tract disorders في علاج مشاكل الجهاز البولي. the treatment of closed head injuries that cause acetylcholinic release NCSF بنعطى لحالة الهيد انجري الإصابات الرأس اللي بتسبب خروج وزيادة إفراز الأستايلكولين في السي اس اف. بنعطى لحالات الاي سي جي ابنورماليتيز خلل في الاي سي جي او اضطرابات في تخطيط القلب. ستوبر نيورولوجيك ساينز في حالة الاعراض العصبية. antidote control of rhinorrhea of acute rhinitis or hay fever بنعطي للناس اللي عندهم يعني بظل بصير سيلان كتير من الانف، حالات اللي بصير عندها التهاب في الانف rhinitis وهيش وبطلع افرازات ومخاط كتير او hay fever. antidote with external cardiac message for cardiovascular collapse from overdose of parasympathomimetic cholinergic drugs مضاد فعله لا اللي هو الكارديوفاسكولار كولابس الناتج عن اعطاء المريض جرعه زياده من الباراسمباثومايميتيك الكولينرجيك دراجز الكولين استاز والبايلوكاربين اور كولينستريز انهبيتورز زي الفايسوستاجمين الى اخره. انتيدوت فور بويزنينج باي سيرتن سبيسيز اوف مشروم
أميناتا مسكاريا اللي هو بنعطى ضد أو مضاد لدواء الشجر. ده الفوسفورس كومباوندز بنعطى لحالات اللي هو التسمم من دواء الشجر. كونترا اندكيشنز اند كوشنز، خليني الخص معكم اللي هو الاندكيشنز او اليوزز، لانه هذه كلها بتخربط. ادجنكت اند بيبتيك السر تريتمنت بنعطى في حاله البيبتيك السر، القرحه المعديه قرحه ال 12. الريتابل باول سندروم بنعطى في حاله الريتابل باول سندروم القولون العصبي. التريتمنت اوف سباستيك بلاري اند يوريسرال كوليك بنعطى في حاله المغص المغص الناتج عن المراره، المغص المراري والمغص الناتج عن اللي هو الحالب. During anesthesia to control salivation and bronchial secretion بنعطى قبل العملية أو أثناء التخدير مشان يقلل من إفرازات اللعاب والشعب الهوائية. باركنسونيزم بنعطى لحالات الباركنسونيزم. أنتي أريثميا such as bradycardia and heart block بنعطى في حالات الرفة البطيئة الغير منتظمة البراديكارديا، لحالات الأريثمياز البراديكارديا بنعطى اللي هو الأتروبين. أنتي أريثميك such as bradycardia and heart block. Prophylaxis and treatment of toxicity due to cholinesterase inhibitors including organophosphorus pesticide قلنا بنعطى ليش؟ لدواء الشجر اللي بنعطى للحشرات، بنعطى للحشرات اللي هو الاورجانوفوسفورس كومباوندز، يبقى مضاد او لعلاج الناس اللي بيجيك على استقبال اطفال على استقبال الكبار شارب ماخذ دواء شجر اللي هو اورجانوفوسفورس كومباوند، او تسمم خلال الجلد لانه الجلد بيمتص الاورجانوفوسفورس كومباوند دواء الشجر او المبيد الحشري اللي بنعطى اللي بتم في دهان قرمية الشجرة. يبقى بنعطى في حالة الجلوكوفوسفات كومباوند. تريتمنت اوف فريكوينت يورينيشن اند بدوتينج بنعطى للناس اللي بيظلوا يتبول كتير وبنقول على حاله. تريتمنت اوف دياريا بنعطى لحالات العلاج الدياريا. تريتمنت اوف برونكيال ازمة لحالات البرونكيال ازمة، وبعدش بيوبل دايلاتيشن موسع له البيوبلز او حدقة العين او بوبو العين. من وين ما بدك انت تختار، هاي عندك اللي هو المرجعين، انا لخصت لك اياهم في اي الحالات. يبقى حالات المغص المراري والكلوي، حالات البيبتيك ألسر في حالات اللي هو علاج للأورجانوفوسفورس كومباين بوزنينج، تسمم بالأورجانوفوسفورس كومباين دواء الشجر أو الحشرات، في حالة الدياريا، في حالة البرونكيال أزمة، في حالة الفريكوينت يورينيشن التبول كتير بول كتير بنعطى، في حالة الريتابل باول سندروم القولون العصبي بنعطى، في حالات اللي هو قبل التخدير مشان يجفف أو يقلل من إفراز اللعاب وافرازات الشعب الهوائيه، وبنعطى لحالات البراكنسونيزم اللي هو المرض العصبي الرعاش اللي بيكون فراشات في الاطراف في اليدين، وبنعطى لحالات اللي هو الارثمياز اللي حالات البراديكارديا والهارت بلوك. وموسع لحدقه العين. Contraindicated ممنوع إعطائه في حالات الـ Hypersensitivity to Cholinergic Anticholinergic Drugs، الحساسية للـ Anticholinergic Drugs. طيب ممنوع إعطائه في حالات الجلوكوما، المي الزرقاء، زيادة الضغط داخل العين. Adhesions between iris and lens، إذا كان في adhesions بين القزحية وبين العدسة العين. Adhesions between iris and lens. Stenosing peptic ulcer
في حالة اللي هو القرحة، قرحة الاثنى عشر او المعدة الناتج عنها ضيق في قطر الاثنى عشر، البايرو بايلورو دودينال اوبستراكشن، انسداد في منطقة المنطقة اللي بين البايلورس وبين الدودينام، لا يعطى في حالة البارالتيك إلياس، شلل في الأمعاء، انتصال الأتوني، ضعف الأمعاء واسترخائها وترهلها، سيفير أساتيف كولايتس، لا يعطى في حالة اللي هو الأساتيف كولايتس، التهاب القولون التقرحي أو التوكسوكميا كولون، بكون انتفاخ أو تضخم في القولون، سيمتوماتيك بروستاتيك هايبرتروفي، لا يعطى في حالات تضخم البروستاتا، بلادر نيك اوبستراكشن، انسداد في اللي هو المنطقة اللي بين البلادر وبين اليوريثرا قناة مجرى البول، في لا يعطى في حالات البرونكيال أزمة. في بعض حالات البرونكيال أزمة. لا يعطى في حالة سي او بي دي، كارديك ارثمياس، تاكيكارديا في حالة اللي هو الرف السريعة، مايوكارديال اسكيميا، جلطة في القلب، امباير ميتابوليك ليفر اور كيدني فانكشن، قصور في عمل الكبد والكلى، ميسينيا جريفز اللي هو مرض من امراض العضلات، يوز كوشاسلي وذ داون سندروم، بنعطى بحذر في حالة اللي هو السندروم الداون سندروم، داون سندروم مرض وراثي، برين دامج، تهتك في أنسجة المخ، سباستيسيتي يعني يعني استرخاء الويستنج في المسلز، استرخاء العضلات، هايبر تنشن، يعطى بحذر في حالة الهايبر تنشن، ارتفاع الضغط، والهايبر ثيروديزم لديات عمل الغدد الدرقية واللاكتيشن. أما المستحضرات اللي في العين ممنوع اعطائها في حالة الجلوكوما اور تندنسيتي جلوكوما، يعني لا يعطى في حالة المي الزرقاء او احتمالية انه يكون عنده مي زرقاء، كونترا انديكيتد ويز جلوكوما اور تندنسي تو جلوكوما. الاتروبين ممكن نعطى ابر وممكن نعطى تابلتس. ادفيرس افكت برضو التيرمز اللي موجوده في الادفيرس افكتس كلها معروفه لديكم، بلارد فيجن السي ان اس، بلارد فيجن زغلله في العينين، مايدريزز توسع حدقه العين، سايكلو بليجيا، فوتوفوبيا خوف من الضوء، انكريزد انترا اوكولار بريشر زياده الضغط داخل الدماغ او داخل المخ، هيدك اللي هو انترا زياده الضغط داخل العين، انترا اوكولار بريشر متاسف، اي او بي اللي هو انترا اوكولار بريشر زياده الضغط داخل العين، هيدك صداع، فلاشينج، نيرفسنس، ويكنس، ديزنس، انسومنيا هذه معروفه، منتال كونفيوجن اور اكزايتمنت افتر ايفن سمول دوسز ان ذا الدرلي اكزايتد يكون متهيج وقلقان، نيزا كونجستشن احتقان الانف، سي في اللي هو كارديو فاسكولار بالبيتيشن، براديكارديا، تاكيكارديا في اللو هاي دوسز وبراديكارديا في اللو دوسز، جاستروينترال دراي ماوث جفاف الفم، التر تيست بيرسبشن الطعم بتغير في الفم، نوزيا فوميتنج، ديسفيجيا صعوبه في البلع، ديسفيجيا معناها صعوبه في البلع، هارت بيرن حرقان في طم المعده، كونستيبيشن امساك، بلوتد فيلينج بحس حاله منفوخ، باراليتيك الياس شلل في الامعاء او ضعف في حركه الامعاء، جاستروينترال ريفلكس بتلاقي الاكل بيرجع من المعده على المريء، جاسترو سفيجر ريفلكس لانه بتكون ضعف في العضله القابضه الكارديك سفنكتر اللي بين الاسوفجاس وبين الاستوما، جاسترو يوناري جينيتو يوناري يوناري هيستنسي يوناري هيستنسي اند ريتنشن امبوتنس، يعني بتلاقي البول بايش بتظل كميه من البول بصير ارتداد عكسي للبول، جزء من البول بيرجع في البلادر، يوريري هستنسي اسمه يوريري ايش هستنسي، انه جزء من البول بيرجع في ايش في البلادر في الامعاء في المثانه، يوريري هستنسي ارتداد البول اند ريتنشن احتباس البول، امبوتنس ومعروف ايش معنى امبوتنس العقم، اذر سايد افكتس ديكريز تويتنج بيقل العرق، and predisposition to heart to heat prostration
بس ما تحملش الحرارة suppression of lactation وبتقل كمية الحليب. others decrease sweating بقل العرق predisposition to heat prostration بحس حاله حميان بحس حاله ايش حميان حرارة الجسم بتزيد suppression of lactation قلت اللي هو الرضاعة او قلت الحليب المفرز nursing consideration have patient avoid before taking medication if urinary retention is a problem have patient void before taking medication if urinary retention is a problem يعني قبل ما تعطيه الدواء قول المريض روح يصل الحمام مشان يبول اذا كان في خوف انه يصير عند المريض احتباس في البول يبقى انصح المريض يروح على الحمام يبول قبل ما يعطى العلاج have patient void before taking medication if urinary retention is a problem take as prescribed 30 minutes before meals avoid excessive dosage يعطيه قبل يعني عطى قبل الاكل 30 نص ساعة قبل الأكل، نص ساعة قبل الأكل، وتجنب الجرعات الكبيرة. Avoid hot environment، مش كنا بخلي العضو الجانبي إنه بخلي الجسم حرارته تولع، حرارته تزيد. Avoid hot environment، تجنب اللي هو البيئة اللي هو الحارة. You will be heat intolerant and dangerous reactions may occur، بطل يتحمل المريض الحرارة. You may experience these side effects ممكن يصير عنده أعراض جانبية زي ما قلنا dizziness confusion use caution driving or performing hazardous tasks يتجنب اللي هو القيادة السيارة أو القيام بأعمال يتمخض عنها خطر constipation امساك مشان هيك أعطي المريض اللي بياخذ اتروبين خليه ياخذ سوائل مشان ما يصيرش عنده امساك ensure adequate fluid intake proper diet وجبة غذائية وجبة غذائية مناسبة. إذا كان عنده صار دراي ماوث شوغرلس لوزنج. إذا كان عنده صار الجفاف في اللسان ياخذ ايش؟ شوغرلس لوزنج اللي هو ليدن وقطع اللي هو فيش فيها سكر. فريكوينت ماوث كير عناية بالفم مي بي ترانزيانت. بلارد فيجن زغلف العينين sensitivity to light حساسية من الضوء مشان هيك avoid tasks that require acute vision تجنب اللي هو الأعمال اللي بدها ايش يعني قوة نظر wear sunglasses يلبس المريض ينصح يلبس اللي هو نظارة شمسية sunglasses in a bright light في الضوء الساطع يبقى ينصح المريض انه يلبس نظارات شمسية في الضوء الساطع الامبوتنس اللي بصير ريفيرزابل يعني في خلال اعطاء العلاج ممكن يصير عقم لكن او امبوتنس وهذا ممكن يرجع مره يعني يرجع الانسان لسابق عهده ولوضعه الطبيعي بعد انتهاء العلاج difficulty in urination صعوبه في التبول empty the bladder prior to taking drug فض المثانه ويتبول قبل ما ياخذ الدواء report rash اذا كان بصير عند المريض راش طفح flushing eye pain الم في العين difficulty breathing tremors loss of coordination بصير عدم تناسق في الانعكاسات العصبية والحركية irregular heartbeat عدم انتظام النبض palpitation خفقان القلب headache abdominal distension اتفاق في البطن hallucination severe or persistent dry mouth بظله جفاف اللسان جفاف الفم شديد او بظل مستمر difficulty of swallowing صعوبة في البلع difficulty in urination صعوبة في التبول constipation sensitivity light كل هذه اعراض جانبية لو صارت بدك تسجلها وتبلغ الطبيب بهيك احنا بنخلص الاتروبين وان شاء الله في المراجعة برضو بنعاود نشير للاتروبين لان الكلام عليه كتير يعطيكم العافية بكتفي بهذا القدر وإلى اللقاء في محاضرة قادمة صفحة 110 بنحكي عن الدرجز افكتنج ريسبيرتوري سيستم الأدوية اللي بتأثر على
الجهاز التنفسي وأولها الأمينوفلين. يعطيكم العافية.